حياكم الله سادة الأكارم من جديد. مشاريع فك الاختناقات المرور التي عملت عليها حكومة السيد السوداني، هذه المشاريع التي كان لطالما انتظارها للمواطن البغدادي وحتى المواطن العراقي. المشاريع الأخرى التي تضمنت عدد من المحافظات العراقية جار العمل عليها، هل من المعقول أن تكون هذه المشاريع هي بين يدي كل المواطنين؟ حكومة السيد السوداني بدلالات بياناتها الصحفية الأخيرة وحتى على لسان السيد رئيس وزراء، السادة في وزارة العمارة والإسكان، السادة في دائرة الطرق والجسور، تؤكد أن هذه المشاريع سوف تحل جزء كبير جدا من الاختناقات التي تزاحمت بها العاصمة بغداد محافظات العراقية. مشاريع أخرى قيد التنفيذ تحتاج إلى أموال، الموازنة الثلاثية التي ربما تكون هي واحدة من الحلول التي ربما تعالج المشاريع التي طال انتظارها مثل ما ذكرنا، لتكون هي بوابة لمشاريع حقيقية تعمل على فك الاختناقات سواء بغداد أو المحافظات. أتشرف اليوم بالحوار هنا في الاستوديو معي ضيفي العزيز السيد حسين الموسوي مدير عام دائرة الطرق والجسور، حياكم الله صالح حسين. تحية لك استاذ. وايضا الصديق العزيز الاستاذ فيصل العدار الاستشاري في المشاريع الهندسية، حياكم الله استاذ فيصل. استاذ حسين بلش مع حضرتك باعتباركم مو جهة حكومية الان، دائما نميل للقطاع الخاص، بس باعتبار اليوم نشوف المواطن يمكن لسنوات ما شفنا هاي المشاريع اللي دفعة واحدة، ربما كان هنا جسر هنا مشروع طريق هنا، لا اليوم أشوف حلقة متواصلة من المشاريع. هسه إيش قد نسب الإنجاز؟ المواطن يقول لك هاي بس مكان دي تشتغل، هاي إحنا بعدين راح نتأكد منها خلال الحلقة. أنا أريد أعرف أول شيء إيش قد كان إحنا حاجة لهذه المشاريع، وفي حال لم تنجز في هذه اللحظة شنو اللي سببته، وإيش قد راح تحل، ما أريد بالأرقام الدقيقة، إيش قد راح تحل من الاختناقات المرورية اللي عاشتها بغداد وعدد من المحافظات. تفضل استاذ حسين. نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك استاذ أيسر لمشاهدي القناة الكرام والسيد الأستاذ فيصل ضيف البرنامج. طبعا بغداد بالتأكيد يعني غابت عنها التنمية منذ وقت طويل، ومن أهم عناصر التنمية هي شبكة الطرق والمواصلات في أي مدينة في العالم. الظروف اللي مر بها البلد من حصار ومن ثم ما بعد 2003 أوقفت عجلة التنمية بشكل كامل. زاد الطين بلة هو ازدياد عدد المركبات وتحسن الوضع المادي للمواطنين، بحيث أصبح شراء المركبة أمر يعني ميسور لأغلب الأبناء يعني زيادة يعني مقارنة بالتالي ازداد عدد المركبات بشكل يعني غير مدروس قياسا بشبكة الطرق الموجودة. إضافة إلى ذلك طبعا غياب النقل العام، وهذا واحد من أسباب الرئيسية في الاختناقات. بالتالي تولدت عندنا مشكلة كبيرة جدا، هو صعوبة التنقل بين أطراف العاصمة وفي داخل الطرق الرئيسية وحتى الفرعية. طبعا إضافة إلى أسباب هو التجاوزات وغيرها، يعني لا نريد الخوض في تفاصيلها. فيما يتعلق بالجانب اللي معنيين به هو موضوع الطرق والجسور. طبعا احنا في كدائرة نعمل بموجب قانون طرق رقم 35 لسنة 2002 وتعديل رقم 5 لسنة 2013. هذا القانون حدد واجباتنا بالجسور على نهري دجلة والفرات وتفرعاتهم، وايضا بالطرق الخارجيه والسريعه اللي تقع خارج. بس هاي التفصيل لا عبرها، انتم المهام اللي جسر فوق نهر مسؤوليه وزاره الاعمار، نعم، والجسر اللي فوق الارض هو مسؤوليه اماره بغداد اذا كان داخل حدود بلديه، داخل حدود او حدود امانه. تمام. لكن يعني البرنامج الحكومي كان برنامج واعد مثل ما تعرف حضرتك، والحكومه شعارها كان شعار خدمات. وبالنسبه لا اعتقد يعني هناك خدمه اكثر للمواطنين من قضيه موضوع فك الاختناقات المروريه، لانه الامر اصبح منغص كبير لكل من يدخل بغداد حتى خارج سكانها، يعني مو فقط سكان بغداد. وبالتالي تولت الوزاره عند استلام السيد الوزير مهام عمله، وتماشيا مع هذا البرنامج اصبح هناك تكليف لدائرتنا بتولي موضوع الاختناقات المرورية في بغداد من خلال إنشاء مجموعة من الطرق والجسور تساهم في فك هذه المشكلة والمعبلة. نفوت بتفاصيلها. للمعلومة يعني آخر طريق سريع أنشئ في بغداد قبل افتتاح طريق دوري السفية الجديد هو كان في عام 86 اللي هو طريق القادسية السريع.
إذا أنا أتكلم عن الجسور، هو آخر جسر في عام 95 أو 96، جسر طابقين. فبالتالي غياب كامل لتطوير بها. رغم يعني إضافة إلى ذلك، أن المخطط الخاص ببغداد اللي هو مخطط سكوت ويلسون، هذا كان سنة الهدف إلى 2000، وكان في طرق حلقية 4 ومجموعة جسور وغيرها، كلها أغلبها ما تنفذت. هو كان عام 2000، كان سنة الهدف 2000. ايه. هو يعني في ثمانينيات القرن الماضي. زين. كان يتضمن مجموعة من الطرق والجسور، ما نفذ إلا أجزاء يسيرة من عندها. وبالتالي يعني كان عندنا عجز سابق، لحق زيادة بأعداد المركبات وتراكم العجز خلال هذه السنوات، وأصبحنا أمام فجوة كبيرة. زين، أنا عدى لعبر هالكل نقاط حتى ما أضيعها علي. المخطط اللي نقدر نرجع نعتمده مره ثانيه، وخلص بعد انتفى الحاجه، انه راح صار مثل ما قلت تفجوه كلش كبيره صارت. لا بالتاكيد، يعني راح اعتمده وراح اغيره انا. لا بالتاكيد، هناك المخطط الانمائي الشامل في بغداد اللي هسه حاليا قيد او صودق، يعني حسب معلوماتنا، واللي طبعا وسع مدينه بغداد واوجد مناطق توسع جديده ووزع الفعاليات بشكل جديد، وحدد هناك طريق حلقي لبغداد. طبعا تضمن المخطط السابق واضافه نعم، يعني مثلا على مستوى الطرق الحلقيه اوجد المخطط الانمائي الشامل حلقي خامس في بغداد، في حين احنا الرابع لحد الان يعني في خطتنا الان تنفيذه، وايضا الحلقيات الثلاثه اللي قبلها هي ما مكتمله بنسبه 100%. زين استاذ فيصل، يمكن بالتاكيد ابن بغداد بده يشوف اليوم المشاريع. انا قبل لا افوت بصلبها وعماهيتها وانعكاسها، بس ابدا اشوف ايش قد اثر تاخر، اقول العراق مو وزاره الاسكان، العراق اليوم بتشكيل طرق جديده ذات هندسيه يعني تتناسب ويا النمو السكاني، الانتعاش الاقتصادي سواء عند الفئه معينه مو كل السكان. هذا ايش قد اثر بالنسبه من الناحيه الاقتصاديه، من الناحيه البيئيه، حتى من الناحيه الاجتماعيه، شنو ياثر تاخر افتتاح طرق جديدة وشبكات طرق جديدة اللي تشمل جسور وغيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أوجه تحية إلى كادر ومتابعي قناتكم، وأيضا تحية إلى الضيف الأخ المهندس حسين مدير عام هيئة الطرق والجسور. الموضوع الازدحامات المرورية مشاكل المرور، هو في الحقيقة في بغداد بالذات تحول إلى أزمة. الأزمة الأزمة هذه صادفها عدة عوامل، من جانب عدم تنفيذ طرق بالشكل الصحيح مثل ما تفضل الأخ المهندس حسين، من خصوصا الطرق الحلقية، التقاطعات المجسرة، الشوارع اللي المفروض تكون، وبالمقابل الزيادة السكانية، زيادة عدد السيارات، الزيادات اللي موجودة في حركة المركبات، يعني زيادة السيارات وزيادة حركة مركبات. هذا يتوجب علينا أنه نتوقف أنه شنو الحل لهاي المشكلة. المشكلة مرصودة هي، ولكن المشكلة غصد مالتها ليس بالأرقام وليس بالدقة المطلوبة. الدراسة اللي أشار إلها المهندس حسين، دراسة سكوت ويلسون، هي كانت مخرجات، هي عبارة عن تصاميم مخرجات لدراسة مرورية شاملة، واللي الهدف مالتها سنة 2000، ما تحقق المطلوب منها. يعني حسب معلوماتي الطريق الحلقي رقم 4 ما تنفذ. نشوف احنا الان اللي موجود على ارض الواقع، بداية الحكومة بدت بحل مشاكل تقاطعات، التقاطعات اللي موجودة حسب العلمي انه بداية 4 تقاطعات ومستمرين بحل هذا. انا صراحة مش بتفاصيلها. ايه، بالمقابل مطلوب طرق حلقية، طرق محورية. خير مثال طريق يوسفية، بسرعة بين بي الفرق. زخم المرور مال جنوب بغداد.
لما انجز هذا الطريق وكان اكو فد فرق موجود بال يعني منطقه جنوب بغداد باتجاه الحله انحل جزء كبير من المشكله مالتها. بالنسبه لبغداد الحركه من الشمال الى الجنوب، بغداد مركز المدينه مركز العراق، الحركه بيها دائما، ويمكن الاخ مهندس حسين يأيدني به، الحركه عموديه، يعني اللي يجي من الشمال يخترق بغداد كلها يلا يتوجه للجنوب وبالعكس. نحتاج الى طرق حلقيه في بغداد لحل ازمه تواجد المركبات داخل بغداد. اليوم اكو احصائيات تقول 10 ملايين مركبه تتحرك داخل بغداد، هذا رقم مهول مقارنه. يعني المشكله عندي بالداخل، انا المشكله عندي بالداخل، بس والله الخارج ممكن مثل هسه راح نتطرق له بعمل المشاريع. مشكله بالطاره تقدر تسوي طريق حلقي عبرك العاصمه، هسه انا عندي مشكله داخل العاصمه اللي هو اللي تشتغل بها اليوم. المشكله اللي داخل العاصمه في رايي اني لو كان اكو حلول للمشاكل الخارجيه تخفف هوايه من الزخم اللي موجود هنا. اليوم انت من تجي جزء يعني مش ممكن جزء كبير، يعني من نسوي هسه فد مسح شامل لحركه السيارات، خلينا نقول بتقاطع النسور، بالامكان انه اكو طرق بديله، بالامكان انه اكو طرق بديله تسلكها المركبات من البدايه دون المرور للنسور، بتقديرنا انه بقدر اهميه التقاطعات اللي تحل الاشكال المروري هنا داخل العاصمة، اكو اهمية ملحة للطرق الحلقية اللي تخفف دخول السيارات داخل العاصمة. احنا لازم نقتنع بفتح حالة معينة انه السيارات اللي موجودة اليوم اللي من اقول لك 10 ملايين سيارة احتمال توصل، هو رقم قياسي بالمساحة وعدد السكان، هذا عندك مشكلة. هاي العشر ملايين قسم من عدها عابرة مو من ضمن سكان بغداد، حسنا نقول خمسة هم مشكلة. بس أنا اليوم أريد مهمة جاوبتني اليوم على تأثيرها البيئي الاقتصادي على العراق، يعني أنا بعيدا عن يعني موضوع التنظيم بس أنا أشوف الآثار اليوم الاقتصادية إيش قد أثر، الآثار البيئية إيش قد أثر. الازدحامات المرورية بغداد لها تأثيرات بيئية اقتصادية اجتماعية. على مستوى البيئة كل ازدحام هو ملوث للبيئة. اليوم راكب السيارة يعتبر بغداد أحر مدينة بالعراق، لأنه الازدحام المروري وقفه انبعاثات الغازات الموجود، هذا فيما يخص البيئية. فيما يخص الاقتصادية أكو دراسات تقدر الخسائر الاقتصادية من جراء الازدحام بمعدل مليار دولار بالسنة، تشمل التأخير، تشمل تصليح السيارات، اجور الاجور يعني اجور المركبه بشكل بالضبط عام. بالضبط. وتاثيرات اجتماعيه هي تنعكس على نفسيه سالك الطريق. انام لي بالازدحام ساعتين شو يطلع هذا. احنا اذا ندرس الموضوع كموارد بلد كامله، كموارد بلد كامله، الموظف يتاخر عن عمله، اي شخص من اقصد موظف ان كان قطاع حكومي او قطاع خاص، اليوم سائق السياره الاجره راح يتسبب بضرر، سائق المركبه الحمل تتسبب، النقل الجماعي يتسبب بضرر، كل هذه هاي اسباب اسباب اللي ربما هي واحده من المراحل اللي كل حكومه تجي هي تاخذ على عاتقها انه راح تفيد. بس هاي حكومه سي السودان ربما مثل ما قال صالح حسين اخذت هي حكومه خدمات. طيب انا صالح حسين خليني افوت شويه بالمشاريع. شنو الاولويه اللي اخذتها تحديدا هيئه دار وهي صارت اليوم؟ احنا وفق القانون الجديد للوزاره للاسف دائره، هو الاسم هو هيئه طرق الجسور، بس بالقانون الجديد تحولت الى دائره كل الهيئات. تحديدا دارت شنو الاولويه اللي اخذتوها بالمشاريع؟ بلشتوا ب التقاطعات يعني شوارع جديدة، لو أخذت الأولوية بالجسور، وعلى أي أساس استندتوا بالنسبة للمناطق؟ يعني شلون قستوها على عدد
يعني على عدد الازدحامات اللي تصير بهذا المربع، خلينا نقول مثلا شارع القناة مثلا لا على التعيين، لو قستوه على عدد السكان، لو قستوه على عدد المركبات المرة، شنو الأساس اللي على أساسه بلشت بهاي المشاريع كمرحلة؟ أنا أعرف فيها مرحلة أولى صح؟ نعم. عندكم مراحل ثانية. نعم طبعا موضوع مثل ما ذكر الأستاذ فيصل، طبعا أنا أيد كلامه في حاجة بغداد إلى طرق حلقية. طبعا مناسبة بغداد فيها طرق حلقية ثلاث منفذة على شكل أجزاء، يعني اليوم مثلا سريع الدورة، سريع الشعلة، محمد القاسم، شارع فلسطين، سريع القناة، هاي كلها أجزاء من طرق حلقية الأول والثاني والثالث، لكن ما مترابطة مع بعضها لأسباب يعني اقتصادية بقتها والظروف البلد المر بها. الحاجة ملحة إلى الطرق الحلقية لعدم الدخول في إلى مركز المدينة للذهاب إلى، يعني اليوم مثلا اللي متجه من الجنوب إلى الكاظمية مثلا لو كان هناك طريق حلقي ما يضطر يدخل إلى مركز الكرادة مثلا إذا أجى على طريق دور إسفية، ولا يعبر المعلق، ولا يدخل منطقة مركز الكرخ، ولا يروح على مطار المثنى، كان ممكن يروح له يعني مباشرة يجي عن طريق دار يسفية. هناك تقاطع للطريق الحلقي في كيلو 8 من عنده يدخل إلى اتجاه الكاظمية، وأكو منفذ للكاظمية بالطريق الحلقي يدخل له. فهذا يعني يمكن مالك لا هذا أنا هذا نحكي بشكل عام يعني إحنا بالنسبة لنا طبعا طريق الحلقي أيضا أتمنى إنه نتكلم عنه في محور خاص بهذه الحلقة، لأن أكو مستجدات لابد نطلعكم عليها. بالنسبة لفك الازدحامات طبعا احنا عملنا اختلف عما كان معمول به سابقا، يعني ما اريد اقلل من جهود الاخرين، لكن كل وحدة لها يعني كل عمل دائرة. هذه اطلقنا عليها مشروع فك الاختناقات بمكونات وبحزم. هذه يعني حزمة اولى اطلقها دولة رئيس الوزراء في اذار الماضي في مقر الوزارة، وهذه المشاريع طبعا هي تقريبا 19 مشروع، بس من الموقع الجغرافي المتقارب بين مشاريع دمجناها وسجلت وادرجت في وزارة التخطيط بمشروع واحد، لانه عمليا ما تقدر تقسمها اكثر من مشروع، وهسه راح نجي على تفاصيلها شلون. لكن المشاريع اللي سجلت في وزارة التخطيط هن 16 مشروع، عمليا هن 19 او اكثر. يعني للتوضيح اكثر، مثلا جزء المشروع ربط المعلق بالطابقين يتضمن تقاطع المصافي اللي هو في منطقة الدورة، هذا ما ممكن أفصله عن ربط المعلق بالطابقين، لأنه ممكن إذا المقاول تلكأ في واحد من عندهم الثاني ما يشتغل، فبالتالي أو حتى قطع المروري إذا ما يصير تنسيق بين المشروعين راح يسبب لنا مشاكل، فبالتالي احتاجينا إلى دمج بعض المشاريع المتقاربة ضمن الرقعة الجغرافية بمشروع واحد. عم تمشي سوق. اي لكن هنا اصبح عددهم 16، بالواقع هنا اكثر من 19 مشروع. زين. هذه المشاريع اختيارها طبعا حاولنا انه نستهدف بها محاور، يعني مو لانه انت اليوم من تسوي مثلا اوفر باس او جسر فوقاني في تقاطع مثل ما كان معمول به، هو نقل مشكله، يعني انا هذا التقاطع اسوي بجسر فوقاني راح انقله وين؟ انقله للتقاطع اللي بعده، ما سويت شيء بصراحه. يعني انت ما جبت يعني نقلت مشكله، نقلت مثلا من تقاطع سين الى تقاطع صاد. اللي حاولنا نرصده طبعا سوينا دراسه مروريه على مجمل مداخل بغداد، وايضا على مناطق الطرق السريعه، يعني حاولنا نربط الطرق السريعه ببعضها لتفكيك الازمه. طبعا احنا اليوم عندنا مدخل، المحور اللي اشتغلنا عليه هو المحور الجنوبي. المحور الجنوبي عندنا حله بغداد القديم ودور اسفيه الجديد. محور دور اسفيه يعني اليوم المواطن يعني يسلك هذا الطريق باريحيه، لكن يوصل الى منطقه معينه هناك عقده اللي هي عقده المصافي، وقبل افتتاح المول الجديد اللي راح يزيد الموضوع تعقيد اكثر. فبالتالي هذا المحور احنا خليناه ضمن الحزمه باتجاه الطابقين. الطابقين ايضا في منطقه او في ساحه الحسنين اللي هي اسفل الطابقين، ايضا عقده مروريه اللي هي تقع ضمن الكراده داخل. الفكره في مد الطابقين بجسر المعلق بجسر يعني بمستوى ثاني
طبعا هذا الجسر هو اصلا موجود ضمن التصميم الاساسي للطابقين. مقطوع حضرتك اذا تعبر من الدوره باتجاه تلقى دعامه مقطوعه، وهذه راح نمدها باتجاه نهر دجله بالجزر الوسطيه هذا نقدر نسميه هذا حل المشكله. اي هذا راح ينقل لك الحركه من الجنوب الى مركز الكرخ دون اي توقف. وبالمناسبه حتى بالمعلق يعني من خلال العدل المرور اللي حسبناه اذا توقفنا عند المعلق راح يصير عندنا مشكله بالمعلق، فمدينا جسرين للحفاظ على شكل المعلق وطبيعه طبيعته المعماريه، شكل جسور توين متشابهه توام يعني، ويكون المعلق في منتصف هذه الجسور حتى ننطيه طابع معماري يعبر باتجاه المنطقه الخضراء في تقاطع عمان. هذا بلشتوا به؟ هذا يعني ان شاء الله خلال الاسبوعين الثلاثه القادمه راح يكون عندنا اكمال للاجراءات التعاقديه. زين. بنفس الاتجاه باتجاه شارع المثنى، انا اليوم الحركه المقصوده هو ربط المنفذ الجنوبي بالمنفذ الشمالي. زين. اللي هو طبعا عاده سكان الجنوب يتوجهون للكاظميه بكثره يعني هذا وفق عد مروري. فبالتالي اليوم عندنا ايضا مشكله عقده في تقاطع الشالتيه. ايضا هناك مشروع تم المباشره به خلال الاسبوع الماضي، وهذا المشروع يتضمن عمل استدارات يعني اللي القادم من جهه العطيفيه من مقتربات جسر الاعظميه باتجاه المنصور الجسر. باتجاه المنصور احنا تعرف هذا الجسر هو اتش حاليا، هذه المقتربات راح تزال ويكون عندنا اليفيتد يوتيرن باتجاهين مع معالجه تقاطع الشالتية اللي بعده بأوفر باس. زين. متجهين باتجاه ساحتي عدن وصنعاء. هذا المشروع تعرفون من أهم مشاريع، والحمد لله يعني هو الآن يسجل على نسبة إنجاز رغم العقدة المرورية الهائلة هناك، لكن احنا تمكننا الحمد لله اليوم من إنجاز تقريبا 70% من الركائز لهذا حتى بالليل يشتغلوا. نعم بواقع عمل تقريبا 20 ساعة باليوم. 20 ساعة باليوم. هذا المجسر أيضا فيه يعني حل مروري كبير لكونه ينقل الحركة ما قبل سكة القطار باتجاه التاجي، وأيضا فرع من عنده يذهب إلى شارع النواب باتجاه مدخل كاظمية المقدسة، وبالاتجاه الآخر نقل الحركة من منطقة العطيفية شارع موسى شارع الإمام موسى الكاظم باتجاه البوابة الشمالية لبغداد. حضرتك لو تتصور هذه المشاريع اللي هسه ذكرناها هي تقع ضمن محور واحد، يعني احنا ما عالجنا يعني منطقه واحده. لا انا اليوم هسه انا اذا نفذت هذه المشاريع الاربعه اللي ذكرناها يعني اضمن للقادم من الجنوب باتجاه الكاظميه وقت ما يتجاوز يعني 20 دقيقه تقريبا، في حين بعدين كان ساعات في حين يعني الوضع الحالي يستغرق اكثر من ساعه. انا اروح لمفصل مهم بعدين ارجع للمشاريع. نعم اروح لمفصل مهم بعدين ارجع لجنابك استاذ فيصل. يعني شوف اليوم المعالجات انا ما دا اقول معالجه وقتيه، بس هو دي الوزاره حاليه ودارته دي يسوي مشروع مو ينقل مشكله انما يحول مشكله الى خارج النطاق. هذا ايش راح يقابله؟ راح يقابل اليوم يعني اليوم المواطن يقول لك من اشوف مشاريع هذا راح يحرك لي يعني نوع من العماله، راح يحرك لي نوع من يعني الادامه الاقتصاديه. تتوقع وجود هذه المشاريع قد راح يحرك اقتصادي عندي سواء بغداد او خارج بغداد؟ يعني شنو الشركات اللي راح تشتغل؟ المكاتب الاستشاريه بورما تشتغل، عماله تشتغل، قد راح يحرك عماله عندي اليوم داخل العراق؟ وشنو ينعكس اليوم على الشارع؟ أني برأيي مثل حجم هيك مشاريع ما راح تكون بيها الحركة الاقتصادية الملموسة جدا اللي أنت ببالك. يعني مو ذاك حجم العمالة. أولا هن كمشاريع تقاطعات هي أعمال تخصصية، أعمال تخصصية من ناحية المنشآت اللي فوق الأرض هي عبارة عن يبدأ ركائز وشغلات وشغلات الأنفاق ما أنفاق أيضا أكو مكائن متخصصة بالأنفاق. المشاريع قسم من عدها محال إلى
شركات أجنبية، والشركات الأجنبية جايبة كوادر لا بأس بيها من عندهم. بس أعتقد أكو فرض عندهم يمكن صار سنة أكو عمالة. قانون العمل 50%. 50%. أكو عمالة تصير. بس إحنا اليوم من نجي للفوائد مال هيجي مشاريع، أتوقع أني كم الفائدة مالته بحالة إنجازه أكثر من كم الفائدة بحالة إنه أثناء الإنشاء يكون بيه مردود اقتصادي. أنا ما جاي أحكي على فد مشروع بأمد طويل، إحنا من نحكي على مردود اقتصادي اليوم، أنت إذا تبني معمل مصنع أثناء الإنشاء والتجريب تحتاج أيدي عاملة، المجسر من بعد ما ينجز بعد يعني خلص يعني شغلة فترة الإنشاء فترة يعني الإنشاء أكو بعض الحركة الاقتصادية القطاعية خلينا نقول متخصصة القطاعية المتخصصة، ومن بعدها ينتهي الموضوع. أهم في حالة حل الإشكالية في الزخم المروري اللي موجود. أنا هسه خلاص الزخم المروري صراحة نحكي عنه كفنيا. نعم. بس أنا دا أحكي على ملف هسه اليوم أشغل عمال، أشغل نجار، حداد، أو اللي يبيع مي، إلى أبو التريلة، تعرف هاي سنة وسنتين وقت مو قليل. يعني إحنا نسبة البطالة بتأكيد وزارة التخطيط نسبة يعني كبيرة جدا، وبظل وجود هيك مشاريع بغض النظر عن العمالة، بس راح أسوي حركة هسه ياخذ فد نسبة قليلة من كل منطقة هم ذاك الوقت هم شغل. صير حركة، صير حركة، بس مو الحركة المنشودة لحل أزمة. يعني اليوم التقاطع المجسر لو كان هسه ضعف ذني ما يأشر استقطاب لأيدي عاملة بقدر حجم البطالة اللي موجودة. عن اليوم الرؤية يمكن سيد شاركنا ساسي اليوم الرؤية الهندسية هسه بعد ما بين هو بس على التصميم الأساسي يمكن ما شفته أو لا صار هناك مراعاة للموضوع الهندسي المعماري. هسه ذكر سال حسين موضوع الطابقين، يقول إحنا راعينا موضوع يعني جمالية، خلينا نقول ما شوهناه، صار هو بالنص. باقي المشاريع إذا ما اطلع عليه ممكن يراعون موضوع الهندسة المعمارية، يعني الجمالية تنطبع على الشارع العراقي. شوف أنا أتوقع ما مؤخذ بنظر الاعتبار هالشيء هذا، بس أنا عندي فد إحنا طبعاً كأشخاص خارج الموضوع ما يعني ما عندنا فد طلع بالتصاميم اللي موجودة. راح تصير ملاحظاتكم بعد ما يكمل أكيد. لا إذا صار ملاحظة وتضارب آراء لا، المفروض القرار للجهة اللي على عاتقها الموضوع. في ظل هاي الظروف وفي ظل هذا جو العمل، أنا أتوقع مؤخذ بنظر الاعتبار جمالية المنطقة وجمالية الشكل للمنشأ اللي راح يصير. بالتالي تعرف عدا حالة واحدة، يعني إحنا ولو هسه بالإعلام إذا تطرح موضوع إن تكون جسور اثنين متوازية، واحد مقدم واحد مؤخر المعلق، هو طبعا الفكرة من مطروقة عن طريق شخص اللي هو مدير عام التشكيل اللي مسؤول عن هاي الشغلات، أكيد ما أخذين بنظر الاعتبار هالشيء. بس لو كانت تطرق الموضوع على مو على الجمهور، على المختصين من المعماريين، لا تضارب الآراء. بس ده النتيجة واحدة، النتيجة أنه المفروض يراعى هذا الشيء. وأتوقع المشاكل الإنشائية والمرورية اللي يرومون حلها هي أصعب من أنه يطلع منشأ معماري بشكل مرتب. يعني إحنا كمهندسين هاي سهلة عندنا مقابل إنه شلون تحل الاختناق. زين أنا أريد أعرف، يعني ستعرف اليوم المشكلة الأساسية اليوم أنا عندي بالداخل. نعم. يعني ربما المشاهد خلي يستحملنا شوية. المشكلة الأساسية اليوم عندي بالجمهور، أنا عندي مشكلة أساسية اليوم بالجسور اللي أنا دا أشتغل به، هذا واحد. المشكلة الثانية اليوم حتى المواطن رغم عنده ثقة اليوم بالحكومة، رغم الموازنة اللي هي خلينا نقول الموازنة الثلاثية، يعني اليوم طرق وجسور رسمت مشروع مشاريع خطوط عامة،
اليوم الموازنة اللي رسمت لثلاث سنوات هل أمنت هذه المشاريع؟ تعرف أن هسه المواطن يشوف يقول لك لا أنا خاف يوصلون للنص، أنا أحكي لك على آراء مواطنين ما أحكي مختصين، يقول لك أوه بلشها وهسه يوصل للنص يعوفها تربان. تسمع قبل سابقا أنا مرد أعرف وأد أطمئن الجمهور، هذه المشاريع هل هي أمنت كمبالغ مالية؟ يعني هذا خلاص إن هذا المشروع هيكمل للأخير، أنا ما راح عندي توقفات تصير شهرين ست شهور، المقاول يزعل ويروح، الشركة المتخصصة يقول لك أنا سلف ظل ما تجيني، هل هي مؤمنة كمشاريع كالمرحلة الأولى؟ طبعا قبل لا أجاوب هذا السؤال هو جواب مهم تعقيبا على ما ذكر الأستاذ فيصل، واللي يعني بناء على الجواب لسؤال حضرتك ما يتعلق بالجمالية، طبعا إيش قد مهم هو موضوع الاختناقات والسرعة بالتنفيذ وغيرها، لكن هذا الموضوع لم يغب عنا نهائيا. يعني توقع الأسبوع الماضي كان اجتماع برئاسة معالي الوزير حتى نختار الأشكال النهائية للمصابيح أعمدة الإنارة، حتى نختار الأسجة لكل جسر، شكل الدعامة وشكل الأمسي وول وشكل الفينيشنج النهائي، جدا مهتمين. وقدمنا لكل مشروع وحاولنا من ناحية مثلا مجسرات القناة راح تشوفن بنفس الدعامة البير نفسها الشكل الفيل السوليد، راح تشوف الشكل الثماني للام اس اي وول للابروتش مال الجسر كانه سمي، يعني راعينا هذا الموضوع الموقع. عودة على المبالغ المرصودة، طبعا احنا لا تذكرون يعني كلمة رئيس وزراء دولة رئيس وزراء في المؤتمر اللي اطلقت هذه الحزمة فيه قال هذه المشاريع غير قابلة للتأخير، ويعني ولدت لنفتتحها مو لتضاف إلى قائمة المشاريع المتلكئة. بصراحة احنا أيضا استفادينا من التجارب السابقة للبلد اللي هو طبعا السمة أصبحت غالبة للمشاريع الحكومية هي التلكؤ. فتعرف اليوم مشروع مثلا في النسور من يتلكأ شنو العواقب الوخيمة لو يتلكأ لمدة يوم أو أسبوع، بالتالي القضية غير قابلة للمجازفة نهائيا. احنا اللي سوينا شنو، عندنا شروط تعاقدية، يعني طبعا مناسبة يعني حتى هذا استثناء في كل شيء حتى في طريقة التعاقد واختيار الشركات. عدينا تأهيل مسبق للشركات من ناحية فنية ومالية، ماكو مجال للخطأ، ماكو مجال للخطأ نهائيا. ضفنا شروط تعاقدية يعني صارمة جدا على الشركات، ما بيتساهل. فرضنا حسب حجم المشروع أن يكون هناك سيولة كاش فلو لكل مشروع يرصد بما يعادل 30 إلى 40% من قيمته دون أن يكون هناك دفع أي مبالغ للدولة قبل لا يبلش. أنت حضرتك شفت الموازنة قررت أي شهر؟ قبل شهرين تقريبا، ولليوم ما انطلق أي شيء. كل الدولة اليوم لحد الآن وزارة المالية لم تطلق أي شيء من الموازنة الاستثمارية، في حين مشاريعنا بلشنا بها بشهر الرابع والخامس ووتائرها متصاعدة مو متناقصة. هذا يعني الكفاءة المالية للشركات كان لها دور معيار جدا مهم في اختيار يا ملاحظة مهمة. فبالتالي احنا اليوم تعاقدنا قبل اقرار الموازنة، يعني هاي سابقة جديدة في مجال التعاقدات الحكومية. وزينهم هذول الشركات باستثناء من مجلس الوزراء، يعني مجلس الوزراء السيد الوزير عرض قرارين في هذه الحزمة. قرار الأول يتعلق باستثناء من متطلبات الإدراج، لأنه متطلبات الإدراج تقول لك بعد الموازنة تجينا، احنا كسبنا تقريبا 8 أشهر، يعني لو منتظرين الموازنة كان حد الآن ما رايحين لإدراج المشاريع. فقرار كل وقت، فبالتالي احنا اليوم عندنا مشاريع إن شاء الله بعد 5 أشهر تفتتح، في حين لو متبعين السياق العادي بعد 5 أشهر ما قدرت أتعاقد على مشروع واحد. شوف الفرق يعني العامل الزمني. فبالتالي الموضوع هذا كله ماخذين حساباته. عندنا أمور أعقد من هذا بصراحة وتحديات، يعني اللي هي تمثل تعرفون اليوم بالعراق أتحدى أي دائرة تعرف عادياتها من التعارضات أو خدماتها بشكل دقيق. يعني اليوم تطلب مثلا من الاخوه في اي مجال كهرباء اتصالات اليوم راح اجدنا طيني، وبالفعل زودونا خرائط وسقطناها على التصاميم، من اجينا بواقع الحال لقيته غير شيء، لقينا ما تشكن الصحه مالتها اكثر من 30% في احسن حالاتها بالنسبه كلش. وهي هذه يعني اليوم نشتغل، اليوم انا مثلا في النسور تدري طريقه عملي شنو؟
اسقط الدعامه طبعا بعد ما اسوي مسح راداري واجيب ممثل الجهه المعنيه اوقفه. طبعا قال لي مثلا هناك يبل اسوي مسح ابدي اكشف بالطريقه اليدويه او بطريق الحفاره اكشف الى ان اصل وقت. هذا مو وقت طبعا وقت. عندك قدرات اشتغلت قبل. انا لو يعني انفذ جسر في منطقه نائيه كان نفذته بست اشهر ما عندي كل مشكله، بس وفي ظل هذه الاجواء وانت امام خدمات غير قابله، يعني اليوم في النسور مثلا خط الانترنت اللي يغذي المنطقه الخضراء بالكامل وفندق الرشيد ويعني اي قطع لمده ساعه واحده ممكن يسوي لك مشكله. مثلا عندك محطه مجاري، عندك محطه كهرباء تغذي المنصور والقادسيه فالشبكه اعتقد الشبكه حتى قديمه. اي فحتى هذا الموضوع احنا راعيناه بصراحه من خلال اصدار قرار بمجلس الوزراء شكلنا خليه في كل الدوائر. كل مشروع بممثل من الكهرباء سواء نقل او توزيع اي ممثل عن الاتصالات ممثل عن الجهات ذات العلاقه كلهم. وهذه السياق المتبع سابقا في المشاريع اليوم كل المشاريع تشوف مثلا مشروع تعريض رصيف مقاول يشتغل والله الدائره الفلانيه ما شايله تعرض مالتها وتشوفه دخل بدوامه كتابكم وتلقى اضباره على الكيبل وبعد ما خلص اكثر من عمر المشروع المخاطبات تصير. احنا هذا الموضوع حليناه بطريقه تشكل خليه من كل الدوائر ذات العلاقه في داخل الموقع وتسمى بشكل رسمي. هذه الخليه تحدد قيمه التعارض بنفس الوقت وعندها يعني وقت 48 ساعه تحدد قيمه التعارض وقيمه الازاله مالته ومد البديل وينفذ من قبل نفس الشركه بنفس القيمة اللي تقدر من الجهة صاحبة التعارض. فأني بعد ما محتاج أخذ مبلغ وأقول لي الكهرباء والكهرباء يقول لي ما عندي تخصيص أنتظر المواجهة. لا الشركة نفسها يجي ممثل اتصالات عندي كيبل أحتاج أزحفه 20 متر قيمة المتر مالته معتمد عده مثلا كذا 1000 دينار 10 × 1000 10,000 نفذ بالشركة وبعدين يصير يضاف إلى كلفة عملك. هاي يعني هاي راح يودينا السؤال الاخر صار فيصل. انا هاي المشاريع ضمن المشروع الاخر انا بعدين ادج على عمر الاستهلاكي لهاي المشاريع اللي اقصد الميزان ما الميزان. في كل دول العالم الاولويه اليوم للطرق والجسر، هسه تروح مشاريع خدميه باي دوله اول ما يبلش سكك حديد طرق عامه وبعدين يبلش بالجسر. اليوم هي مو مشكله وزاره الاسكان، اليوم مشكله حكومه بشكل عام. كل الحكومات اللي اجت خلينا نقول فكروا بنوع من الخدمات، بس مشكله يبقى مشكله النقل العام. اليوم انا مترو بغداد هذا صار مثل علي بابا، يروح يرجع يروح يرجع في كل سنه في كل حكومه، ربما هاي الحكومه صار جديه اكثر. النقل العام غائب لسنوات طويله جدا عن العراق، ربما هو الجزء الاكبر المشكله الاكبر اليوم تحديدا بغداد هو النقل العام. هل من المتوقع انه يعني انشاء جديه بعمليه نقل عام سواء من وزاره النقل كحكومه خوزات صان يقول لك انا ما عندي مشكله ابني لك طرق بس التحير بالنقل العام. موضوع النقل العام بتقديري لا يمكن حله عن طريق موازنه تقارب من قبل الحكومه. لازم يكون اكو فد رؤيه. الرؤيه اعتماد على القطاع الخاص في مجال استثمار النقل العام. هاي نقطة جدا مهمة. استثمار ملف استثماري. نعم؟ ملف استثماري. ملف استثماري، اليوم مترو بغداد أو عمليات اكو عندنا هسه على مستوى بغداد عندنا شغلة المترو، عندنا بالإمكان أنه تنشيط النقل النهري. بتقديري أني إذا ما يكون جهات قابلة قادرة للاستثمار في هذا المجال فمعناها نثقل على كاهل الحكومة رصد مبالغ غير قادرة عليها ما راح يسد هالمشاريع قد ما راح يسد. برأيي بمجال الطرق الحلقية لو كان اكو قانون عندنا للاستثمار وطريقة تفاوض وعرض مغرية للشركات الاستثمارية وخصوصا العالمية
العراق من الدول الفقيرة في مجال استثمار الطرق، واستثمار الطرق شيء جدا مهم. فيصل خلينا واقعيين، اليوم مستثمر يقول لك أنا أجي بس راح يواجه عمليات الفساد، يواجه عملية الروتين، الضمانات السيادية، سكة الشركة يقول لك أنا أجي بس وين الضمانات اللي ألقاها قبض؟ أنا راح أقعد عندها العقدة. يمكن أستاذ حسين يعرف أيضا إحنا بالنسبة لنا، أنا من دا أحكي على الاستثمار، أكو فرق بين استثمار وبين دفع آجل. الدفع الآجل يريد ضمانات سيادية، بس الاستثمار هو أساساً مسوي دراسة على أن يرجع قيمة المشروع مالته من الأجور اللي ياخذها من المركبات المارة عليه. حجم المشكلة المرورية اللي موجودة ببغداد الآن لو تصير في الدراسة لحلها وخلال سقف زمني معين، مثل ما كانت أكو دراسة سابقة الحل خلال مثلاً 20 سنة أو 15 سنة، في ظل هاي الظروف وفي ظل هاي الإيرادات العراقية والاستهلاك المالي العراقي، ما أتوقع تقدر الحكومة، أي حكومة، وليكن خلي نسوي نفذ خطة لمدة 15 سنة أقل تقريباً. إحنا ما عدنا بس مشاكلنا مو بس الطرق والجسور، ولا مشاكلنا بس الاختناقات المرورية. المفروض إقرار مشروع خاص لقانون استثمار النقل. إحنا ما عندنا الآن استثمار النقل. ملف يدخل بخانة الاستثمار. يعني إحنا عندنا الاتصالات أغنى استثمار بالعراق بالاتصالات، في حين أن المواصلات الاستثمار بها يصل إلى صفر. هاي مشكلة. مع أن بدول العالم هي يمكن نمبر. يبقى ملف يمكن أنا راح يداهمني الوقت. يبقى ملف آخر اللي هو عملية الاستهلاك ما بعد المشروع. إحنا يمكن أتذكر قبل سنوات صار المشروع أكل ميزان، هاي اللي سيارات تجي محملة لازم يصير وزن بها قبل لا تفوت. هسه أشوف أكو بعض الطرق الداخلية ببغداد يمكن ورا 6 أشهر رجعت مرة ثانية صارت مخربة بسبب الأحمالها. هاي شلون راح تعالجوها؟ أكو قانون راح يحد منها؟ أكو في التشريعات تحتاجوها أنتو كطرق وجسور كوزارة إسكان تشريعات تساعدكم بالحد من عملية استهلاك الطرق؟ أنا أتوقع أكو قانون، مو قانون، أكو رؤية اقتصادية إنه لازم في كل سنة يمكن يصير إدامة لكل مشروع أو للشارع. نعم. موضوع السيطرة على الأحمال المحورية بصراحة هو مواضيع المهمة جدا، وعالجها التعديل الأول لقانون الطرق رقم 5 لسنة 2013. المعدل التعديل الأول لقانون الطرق. وطبعا قبل 2003 تعرفون ماكو أي موازين بالعراق، يعني من تأسيس الدولة العراقية إلى غايته. بال 2013 كان هناك هذا التعديل، وهذا التعديل أوجب غرامة للمخالفين للطن الواحد للكيلوغرام الواحد، ولكن هذا الرقم كان مبالغة به. الدائرة بوقتها نفذت مجموعة من محطات الوزن في المحافظات الجنوبية. طبعا احنا بالعراق نحتاج تقريبا 83 محطة وزن في 83؟ نعم، في عموم الشبكة الوطنية عدا الإقليم. نفذنا المرحلة الأولى في عام 2012 22 محطة في بصرة، ميسان، ناصرية، سماوة، وتباعا صار مجموعة. طبعا التشغيل كان هناك مشكلة بالتشغيل. ليش؟ لأنه تعرف التشغيل لابد أن يكون يعني على مدار الساعة، إضافة إلى أنه تدخل بعض المحافظات للأسف في قضية يعني فرض الغرامات أصبحت يعني التجربة يعني تقريبا عانت من مشكلة كبيرة، بعدين أصبحت التظاهرات وغيرها، إضافة إلى قيمة الغرامة عالية جدا. يعني ما أعرف أكو خطأ صاير في القانون، بحيث كان هناك 5000 دينار للكيلوغرام الواحد للكيلو، يعني الطن 5 ملايين، وهذا رقم كان يعني غير قابل للتطبيق. بالتالي عالج المجلس الوزاري الاقتصاد بعدل تحول الى 500 دينار. وكان 2019 التوجه للتشغيل، اصبحت المظاهرات وغيرها. ال20 دخلنا كورونا، بال21 اعدينا خطه متكامله لتشغيلها، استفادينا ايضا من الاخطاء السابقه في تشغيل هذا الملف، وتوجهنا سابقا كانوا يتوجهون في تشغيله بالمكتمل في ايجار وبيع اموال الدوله، قانون البيع، يعني يصير استثمار. لا، ايجار مؤجر. اجر. وهاي التجربه بصراحه ما نجحت، لانه
الايجار للمكتمل، يعني قسم من المحطات غير مكتمله، والمحطات هي وحده واحده، يعني انا ماكو فائده انصب بالبصره وبالكركوك ما انصب، فالمفروض يعني شبكه متكامله. بالتالي كان توجه عندنا ملف متكامل ذهبنا به للاستثمار، لانه انا احتاج بالمحطات مثل ما ذكرت اذا شغلها 24 ساعه كل محطه احتاج 75 شخص حتى اشغلها 24 ساعه. طبعا الكوادر هاي ما موجوده بالقطاع الحكومي، لازم قطاع خاص، لان تقريبا اغلب هاي المحطات يعني وفق القانون قرار مجلس الوزراء هو اتحادي، بابنا باب التشغيل، اغلب كوادرنا نقلت للمحافظات. يعني انا البصره اليوم هي يعني بحجمها يمكن ثاني او ثالث محافظه بالعراق، هي يمكن عندي اربع اشخاص تابعين لل يعني للدائره، والباقي كلها نقلت الى المحافظات. بالتالي التوجه الى تشغيلها بالاستثمار، وبالهيئه الوطنيه الموضوع يعني عدينا شروط، والهيئه الوطنيه هي اللي اعلنت هاي الشروط. طبعا كانت شروط ايضا جيده جدا، بحيث يكون هناك ابتعاد عن التدخل البشري في موضوع الميزان والتقليل من الفساد. والحمد لله صدرت الاجازات الاستثماريه الشهر الماضي وتوقعت العقود، والان سلمنا بعد عطله الزياره الاربعينيه سلمنا تقريبا ما يقارب 50 موقع محطه، وماضين خلال يعني الاسبوع القادم في تسليم كامل. انا حد الوقت كلش جديد هم. نعم. بدقيقه، هاي الجبايه اللي دائما نسال عنها، الجبايه اللي تاخذ بالمرور، الجبايه ممكن اللي تاخذ من ايضا من موضوع الاستثمار الميزان، جزء منها ما راح يروح للدائره لتشغيل مشاريعها بعيدا عن الموازنه، ما راح يكون انه صندوق واحد لإدامة هذه المشاريع. شوف الطرق تعتبر من الأصول الحكومية المكلفة صيانتها جدا، لذلك دائما يدخلون القطاع الخاص. يعني أنت اليوم من يعني بالإدارة الحالية للطرق لا يمكن أن ترى شبكة طرق كما هو معمول به في على الأقل في دول الجوار، ودائما يسألوني أقول لهم المشكلة مو فقط بالأشخاص ولا بالإدارات، المشكلة في طبيعة الإدارة. اليوم القطاع الخاص لابد أن يكون جزء وشريك في إدارة هذا القطاع المهم. يعني أنا سهل علي أصين مستشفى، سهل علي أصين مدرسة، بس الطرق الجزرة بس الطريق ممتد 1000 كيلومتر أو 500 كيلومتر، إدامته من قبل الحكومة أمر عفى عليه الزمن. يعني هذا الموضوع المفترض أن يكون هناك كما معمول بكل دول العالم عدة خيارات، أما جباية مباشرة أو زيادة يعني نسبة من الوقود المستهلك، وهي هاي اللي أنا طبعا طلبتها في لجنة مختصة شكلت، دعيت إلى تشكيل صندوق لصيانة الطرق. عائدات تتكون مما يلي: جزء من الوقود المستهلك حتى لو 500 دينار، هذا بيحقق عدالة. يعني أنا اليوم أصرف 1000 لتر أدفع للطرق بما يعادل 1000، إذا توصل للطرق عن المشكلة الوصول. أي الوصل المشكلة وين؟ أيضا وزارة المالية تعتبر هذه الإيرادات هي للخزينة العامة، وهذا خطأ. المفترض إحنا طالبنا وشكلت لجنة كنت أنا ممثل بها ورفعناها للمجلس وزارة الاقتصاد، تشكل صندوق للصيانة. هذا الصندوق عاداته مثل ما ذكرت أما يكون من جباية مباشرة لبعض الطرق مثل طريق ذر إسفي، هذا أنا ما أقدر بعد سنة أشوف حالة إذا بقى بهالوضعية، يومية صبة مكسورة، يومية علامة مكسورة، يومية حادث. إذا أكو عندي يعني جباية أنطي المستثمر أقول له تعال أخذ لي 500 دينار، مبلغ يعني صغير يعني قياسا، وحاسبة على الفاتورة مثل ما معمول به دبي. دبي اليوم ينطيك محور كامل يحاسبة على الفاتورة، يقول له يسعر له الوحدة الواحدة قطعة الصبة نيوجيرسي مثلا 140 ألف، المصباح ب 100 دينار، كذا فاتوره يجي شهريا يحاسب الدائره على الفاتوره، صلحت 10 قطع، صلحت كذا، يسلم حسابه ويتوكل مره الباقيه. هذه الطبيعه الاداره، نحتاج مثل هذا الموضوع. بس بسؤال اخير وبدقيقه واحده حتى اختم، مثلا طريق بس ما اللي دائما يسال، مو طريق المعمول بطريق، لا الطريق الاخر اللي ربما يعني ممكن يكون واحده من المشاريع الهادفه لإعادة الحياة لبسماية كطريق. نعم، بسماية هي أكبر تجمع سكاني في بغداد أنشئ بعد 2003، وأسوأ طريق يربطها ببغداد هو الطريق الحالي الموجود الحالي. إحنا بصراحة كدائرة طرق وجسور كنا ممثلين في لجنة بالأمانة العامة، تم تقسيم المداخل بيننا وبين محافظة بغداد. محافظة بغداد أخذت مدخل التاجي ومدخل
الحلة القديم باتجاه ويريج ومدخل الفلوجة ومدخل بعقوبة القديم. احنا اخذنا مدخل الحسينية ومدخل بسماية. اذا المدخلين الحمد لله وصل نسبة انجاز 80% تقريب. طبعا الكونسبت مال هذه المداخل اللي نفذناه هو تعريض الطرق القائمة ليصبح بعرض 15 متر الشارع الاساسي اللي 4 لينات تقريب، افصل عن الحركة المحلية اللي هي تسبب اختناقات مرورية عادة من خلال إنشاء طرق خدمية وإنشاء مجسرات فوقانية تربط الحركة بين يمين ويسار الممرات الرئيسية، وأيضا تمثل استدارة. يعني اليوم جاي من بسماية أريد أستدير للجانب الآخر، ماكو فتحة أرضية، أصعد الجسر وأرجع بعد ما يمر بالطريق. ما يمر بالطريق. بالتالي عالجنا وظيفتين خلينا بهاي الأعمال، وظيفة جمالية باعتبار المداخل لبغداد يجب أن تكون بها يعني صفة أو سمة جمالية، والوظيفة الأخرى هو فك الاختناقات على هذا الطريق. اعتقد باكمال الجزء هذا، بس للاسف اكو جزء هو اليوم كان بمقاوله سابقه الاخوه في محافظه بغداد اللي هو ممتد من فلكه النهروان باتجاه جسر الرسوميه. هذا لحد الان يعني العمل به بطيء، اذا ما يكتمل بنفس الكونسبت اللي اشتغلنا عليه ما راح يسوي من بسمايه الا النهروان راح يبقى اكو نوع من الخلل بالموضوع. أنا عندي صراحة كثير من الأسئلة اللي كنت أريد أسأل على موضوع يعني موضوع ملف السيارات، لكن ضيق الوقت اسمح لي. شكرا وأتمنى لك كل التوفيق صالح حسين. شكرا الموسوي مدير عام دائرة الطرق والجسور لهيئة، أريد أقول هيئة بالقانون، والشكر موصول للسيد العزيز سعد فيصل العدالة الاستشاري في المشاريع الهندسية. الشكر موصول لكم سادة المشاهدين حتى نلتقي ملفات أخرى في حلقات أخرى. إلى ذاك الوقت في أمان الله.